السلام عليكم جميعا، سمرايز ديس، كيف حالكم؟ في العادة أنا أرتدي النظارة ولا يعشر بي أي مشكلة عندما أكون في اليابان داخل والخارج في أي مكان، الحمد لله. ثم بعد ذلك سافرت إلى السعودية ولم أفكر بأي يعني مشاكل، ولكن بعد ذلك اكتشفت أنه لحياة اليابان وحياة السعودية مختلفة تماما، حتى نظارة واحدة مختلفة. كيف؟ سبحان الله، أشعة الشمس قوية جدا جدا جدا، وخصوصا أشعة الشمس فوق البنفسجي، يعني كأني تعب العين جدا. وليس هذا فقط، مثلا أنا أكون في المنزل ولا يدخل إلى أشعة الشمس كثير لأني أغطي الستارة. ثم بعد ذلك أوكي سأخرج بسم الله، ثم خرجت، ثم فجأة أنا لا أستطيع أن أشوف شيء. لماذا؟ أشعة الشمس القوية جدا 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 بدرجة أنه يجبرني أن يغرق العينين. شعرت بأن العين يتعب بسرعة، كأني أنا قررت أنه سأعيش في دول عربية في المستقبل إن شاء الله، لذلك يجب أن أحمي عيني الذي خلقه الله، لأن هذا الوحيد لا يوجد أي تبديل، وخصوصا الطبيعي، أليس كذلك؟ في مرة من المرات أنا شاهدت الفيديو الدكتور الياباني في طب التجديد وقال بعض المشاهير اليابانيين، بعض المؤثرين اليابانيين بسبب أنه عنده المال كثير يتغير الأسنان. لماذا؟ لأن من الطبيعي الأسنان اليابانيين ليس أبيض تماما، فيه أصفر قليلا، أصفر قليلا، هذا طبيعي، ليس بسبب أنه لا يفرش أسنان. مثلا أسنان إفريقيين ما شاء الله تبارك الله يعني أبيض تماما، أليس كذلك؟ أبيض، ولكن نحن يابانيين ليس مثل هذا أصلا. ولكن مثلا بالنسبة لليابانيين لا يريد أسنان الأصفر، فهمت؟ فلذلك يعني يذهب إلى الطبيب الأسنان يتغير الأسنان تماما. كيف يتغير؟ أولا يخرج أسنان كل شيء، ثم يطبق أسنان الصناعية، وهو جميل وأبيض تماما. ولكن دكتور قال الآن يعني بسبب التكنولوجيا أصبح متطور، فلذلك ممكن يصنع الجزء من جسم الإنسان مثل الأسنان مثل العين، ولكن من الأفضل ورقم نمبر 1 هو الطبيعي الذي خلقه الله، فهم؟ فلذلك حتى العين أيضا نفس الشيء، هو الوحيد، إذا خسرنا لا يوجد تبديل. فلذلك كأني أنا شعرت لازم أن أهتم بعين، خصوصا عندما أكون في دول عربية. لذلك أريد أن أشتري النظارة الشمسية ثم أحمي العين، وكذلك عندما خرج من المنزل في دول العربية البيوت في دول العربية بعض الأحيان أو غالبا لونه أبيض، أليس كذلك؟ أشعة الشمس ينعكس كثير جدا بدرجة أنه لا أميز لون الأبيض تماما، أنا أشوف الضوء. شعرت أنه مشكلة، لذلك اليوم سأذهب إلى المتجر النظارة. هو أيضا من الاستعدادات للسفر إلى دول عربية، وحتى يعني شيء صغير أريد أن أشارك معكم كل شيء إن شاء الله. طيب، في الحقيقة أنا اشتريت النظارة فعلا قبل أسبوع، فقط أستطيع أن أخذها اليوم، سأدخل إليها الآن.
يلا بسم الله. طبعا ناس كثيرة الآن. ميغانينを受け取りできました. هاي. هاي. طيب. سأنتظر قليلاً الآن. جاءت النظارة. هاي. ありがとうございます. هاي. طيب الحمد لله أخذت النظارة جديدة وكيف كان؟ هذا لونه الأخضر الذي مفضل لي. جميل. وهكذا أستطيع أن أستعيد الآن للذهاب إلى دول العربية إن شاء الله. متحمس جدا 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 متحمس. والآن سأتسوق وأتجول قليلا حتى أستمتع بنظارة جديدة. الآن أنا أكون في كيوتو فسأركب القطار حتى أذهب إلى أوساكا وتقريبا يستغرق أقل من ساعة. The local الحمد لله وصلت في أوساكا. كل شيء كان مريح. فقط أجلس هناك وأرتاح. والآن أصبحت جوعان جدا 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 لأني لم أكل شيء اليوم. فلذلك أنا سوف هكذا. سبحان الله والله الناس كثير جدا جدا. في الحقيقة أوساكا هو المدينة مميزة ليس مثل المدينة أخرى في اليابان. وكذلك يعني شخصية مختلفة تماما. يقول أوساكا هو مطبخ اليابان. ماذا يعني؟ المطبخ هو يعني يجتمع الطعام أليس كذلك؟ مثل هذا في أوساكا يعني له كل طعام، سواء كان طعام الياباني، طعام الآسي وأوروبا وأمريكي، ربما طعام العرب أيضا. شخصية أوساكا هو شيء مختلف عن اليابانيين. وكيف؟ صارم على لسان على الطعم. فالناس يعني يهتمون بطعام جدا جدا، ولكن لا يكفي أنه لذيذ فقط، يجب عليه رخيص. إذا كان غالي يعني كل طعام لذيذ. أشخاص أوساكا لا يسمح فقط لذيذ، لذيذ رخيص. فلذلك في العادة أي شيء وجبات في أوساكا لذيذ. فهناك المطعم السوشي الذي عندما أتيت إلى أوساكا دائما أذهب إليه. فصراحة هذا المطعم يأتون الناس كثير. صراحة لا أريد أن أخبر لأي شخص هذا المطعم السوشي، ولكن أنا أحبكم في الله فلذلك سأشارك معكم المعلومات. تمام. وصلت. اسمه ساكاي سوشي. يلا سندخل. بسم الله. ستلسي. ايوه
اوكي سأصنع الشاي. اوكي ماي الشاي لذيذ جدا جدا. اذا جيت الى المطعم السوشي هناك الشيء الذي دائما اطربه، فلذلك اريد ان اطرب الان. سنرى. واو ما شاء الله تبارك الله حقا يبدو لذيذ جدا جدا جدا. すいません炙りサーモンマヨ。はい、ありがとうございます。じゃあ、さあ、ウリー君、ラン。でーん。うん。رائحة ينتشر داخل فمه ثم يخرج من فمه. سعادة جدا جدا جدا. يا أنا رجعت إلى اليابان منذ أكثر من أسبوع، ولكن الآن وصلت في اليابان، يعني أكلت سوشي أول مرة بعد عودتي إلى اليابان. والله يعني اشتقت للسوشي. في العادة لا أهتم بالوجبة التي آكل يوميا، لا مشكلة أي شيء، ولكن أحب الطعام جدا جدا. والشاي أخضر، لابد شاي أخضر. سوشي والشاي أخضر. هاي جاء الشيء التالي الذي أحبه جدا جدا جدا. سنرى. ياهو هذا هو. يا هل تعرفون ما هذا؟ اسمه منتايكو بالنار بمايونيز. الآن أكلت ربما 500 بيضة سمك بفم واحدة. والله لذيذ لذيذ جدا. والآن طلبت الحوت. أعتقد الطعم السوشي في اليابان وخارج اليابان مختلف تماما وحتى شكله، فلذلك إذا جئت إلى اليابان إن شاء الله أريدكم أن تأتوا إلى المطعم السوشي لأي مكان، لا مشكلة، لكن ستعرف الاختلاف. المشكلة بعض الأصدقاء من العرب لا يحبون مثلا السمك النيئة، فلذلك فقط هذه المشكلة. لكن ليس كل سوشي نيئ في اليابان، وهناك مطبوخ موجود أكيد، فلذلك إن شاء الله ممكن تستمتع بها. معدتي صغيرة فقط، يعني 4 سوشي يكفي الحمد لله. الفاتورة تقريبا أكلت 4 سوشي و8 حبات، ولكن تقريبا 4 دولار أمريكي. لذيذ رخيص مثل ما أخبرتكم في السابق. على الفكرة يعني هناك في اليابان لهجات كثيرة، فأنا الآن في أوساكا وهناك لهجة أوساكا، وهذا قوي جدا ومنتشر أكثر. لماذا؟ لأن كثير 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 من الكوميديان من أوساكا. لماذا؟ شخصيتهم مميزة ومضحكة، ويحب أن يتكلم يعني بطريقة ممتعة بطريقة مضحكة، يعرف كيف يعني ينهي الكلام بطريقة مضحكة بطريقة استراتيجية. فلذلك يعني كوميديان الياباني من أوساكا كثيرا، فهم يتكلمون في التلفاز بلهجة أوساكا، نسمع كلامهم فلذلك نتعود عليها، بالرغم من أننا
لا نتحدث ولكن نفهم. حتى أنا شخصياً أيضاً لقد عشت في أوساكا قبل سنوات، فلذلك نعم أتحدث. مثلاً شكراً باليابانية هو أريغاتو، أريغاتو صح؟ ولكن باللهجة أوساكا أوكيني، أوكيني، والشيء مختلف تماماً. ربما إذا سافرت إلى اليابان ربما ستسمعون أوكيني. طيب كما أخبرتك يعني الأوساكا القانون مختلفة فشخصيتهم مختلفة كما أخبرتكم، وحتى سلم الإلكتروني أيضا القانون مختلفة. انظر في العادة مثلا في كيوتو الناس ينتظرون على يسار، ولكن الآن في أوساكا على يمين ينتظرون. لكن هذا القانون ليس يعني من الحكومة، من الناس تلقائيا مختلفة. صراحة أنا جئت إلى أوساكا من أجل الشراء الملابس، لأن أوساكا أكبر مدينة الثانية في اليابان، وحتى بالرغم من أن كيوتو المدينة كبيرة ولكن أوساكا أكبر. إذا كنا في كيوتو نذهب إلى أوساكا حتى نشتري لأي شيء ما تريد. فلذلك الآن سأدخل إلى المتجر الملابس ثم أشتري. طيب الحمد لله اشتريت الملابس، وأنا حقا كأني أشعر أن نتسوق معا. فلذلك الحمد لله يعني دائما أشعر بالراحة بأنكم معي دائما ومستمتع. فخصوصا يعني اليابان البلد البعيد جدا عن دول عربية، وليس كل الناس يعني يستطيع زيارة. فلذلك على الأقل من خلال فيديوهاتي أتمنى أنكم تستمتعوا. فإن شاء الله سنلتقي قريبا. السلام عليكم.